لم تهدأ الاشتباكات بالمحور الغربي منذ أيام، إلا أن ميليشيات حفتر سلكت طريقا آخر لمحاولة الاقتحام، فنفذت الكتيبة 21 صاعقة هجوما بالأسلحة الثقيلة من محور غريونس، ما دفع مقاتلي المجلس بالرد بالصواريخ الموجهة، فأصابت تجمعا لميليشيات حفتر فسقط منهم قتلى وجرحى وأعتبت آلية عسكرية. قنفودة لا تزال تحت القصف المدفعي والصاروخي، فقد شنت طائرات الكامبكوبتر والبريداتور الأجنبية وطيران حفتر أكثر من 20 غارة على مناطق العائلات والحظيرة الجمركية ومحيطها دون تسجيل خسائر بشرية. أما محور الجوارشا فيشهد اليوم هدوء بعد اشتباكات عنيفة اليومين الماضيين، مع استمرار تحليق الطيران الأجنبي على مواقع سيطرة الثوار.